الصورة. انا من نفسي ما راح اتزوج. اكيد تعرفهم، اكيد تعرف هذه الاسرة. انا ما راح اتزوج. ليش اكثر الخطابات ماشيين حاطين كتبهم وياهم؟ انا قاعد اقول لك مثلا، انتم قاعد تقولون زواج مثلا اهل ساعات يكون زين. انا ما اتزوج واحد من الاهل. زواج الاهل مو زواج الاقارب. لا اوكي، زواج تقليدي. زواج العقارب. زواج تقليدي غير زواج الاهل، غير زواج الاهل. انا ما اريد زواج الاهل. انت ما تريد زواج الاهل. انت ممكن تقول انا اي زواج تقليدي ان امه تخطب له الاهل. مو هذا زواج الاهل. لا إيه لحظة, لحظه 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 نواف، ممكن اكمل الحين؟ شنو علاقه زواج الاهل بالزواج التقليدي؟ سوف سوف سوف. انا اقول سوف لان وجهه نظرك وصلت. حمود خل اتكلم، انا قاعد قاطعوني. قولي زواج الاهل غير زواج تقليدي غير. اي قولي له. اوكي لا انا قاعد اقول لكم كلكم، ما قاعد اقول حق احد معين. زواج تقليدي ممكن اتزوج زواج تقليدي بشرط انه يعطوني فرصه اهلي امي وابوي اني اظل معاه 3-4 اشهر اكلمه بالتليفون واعرف هو شنو، بعدين اقول لهم ما راح اطلع معاك اليوم، كافيني اعرف ريال شنو يجي بيتنا يقعد معاي، اروح بيتهم اقعد معاه. متى ما اكلمه سنه اكلمه سنتين. 3 شهور زين، من الاخ من الاخ راح يرضى اخته تكلم 3 شهور؟ خاطبني هذه المشكله. يعني بالضبط غلط اللي قاعد تقولينه. انا اكلم رفيجي نفس الشيء. ما يرضون. ايش قاعد تقولون؟ خاطبني انا بقول لك شيء. وانت احنا 2011 تدخل تاخذ البنت من بيتهم وتقربها 3 شهور وترقعها. الحكي هذا خليني اقول لكم. لحظه ويت خل اتكلم. ولا لا عربيه يعني هو ما عندنا خطبه. زين سؤال، اتكلم ولا لا؟ تكلمي بس هذا كلام منطقي. كلامي منطقي، هذا رايي. اسكت. انا الحين مثلا اذا خطبني واحد، امي ما راح تقطني عليه وراح تقول لي روح تزوجي يلا. والله صح. راح يجي بيتنا، هو اوريدي راح يجي بيتنا، يعني هو من وين بيخطب؟ بمطعم. راح يقعد معي، راح يتعرف علي مره. شفت الخطبه اللي تصير مره؟ انا اخليها مليون مره، اخليه يجي ويقعد معي ويشوفني شنو احب، واشوف شنو احب ما احب، واشوف شنو مخه، واشوف شنو يبي يسوي. لو اقعد معاه مره اقعد معه 30 مره، بس وين؟ مكاني من حقك. صح. وبعدين اهلي منك انا. اصرار شو الغلط؟ قاعده ببيتنا. لحظه، تاخذيه تست درايف انت تقربيه شوي. إيه عنده فلوس عجوز مخلص. اقول اوكي من اول 3-4 مرات بجيب هدايا، بجيب سبونسر. حمود حمود انت ليش خلي خلي تتكلم، نعطيه فرصه بالحياه. من اول 3-4 مرات اختم هني. لا جد اكمل ولا بس؟ كمل كمل خلاص. يعني اقعد معه 3-4 مرات، بعدين طبعا راح اصير انا ملاك قدامه، طبعا هو راح يصير ملاك قدامي. صح. هثث راح احط ريل على ريل. لا انا ما اطلع يا ملاك انت. انا ما اعرف شلون انا اروح السوق، انا ما اعرف مطعم، ما اعرف مطعم. فيسبوك لا ما اعرف فيسبوك. بي بي انا ما عندي بي بي، ما احط قدامي نوكيا، ما عندي. شنو بي بي ما عندي؟ لا ما اقوم غير رقمي. انا عندي تليفون بالبيت. تسوي لي فيها انا اللي راح ادلعك، وانا اللي راح اسويك، وانت وامتي اللي وتسوي لي. صح. بعدين شنو لما اتزوجت؟ شنو عقب ما تزوجت؟ ليش عشان ارد على امي اروح حق امي مطلقه؟ صح. اقعد معها بدال مره. انت من البدايه صف نيتك معاه وخلاص انتهي الموضوع. ما اقعد خمس لمن انا انت اللي صف نيتك مثل بالبنت. محمد دقيقه، بعدين حتى لو صار ان املتشو املتشو ما اتفقوا، املتشو شهر شهرين بس هو عايشه عنده، ما كل واحد ببيت اهله، اتطلقوا اسمها بعقد بعقد الطلاق مطلقه. اي مطلقه. يعني ليش انا اتطلق على ابونا بجربه ويجربني شهر شهرين بس بعدين؟ بس الناس بيعرفون ان هي تطلقت، ان هي تطلقت قبل لا حتى تروح، ولا يعني الناس بيعرفون. ليش بس الاهل اسمها مطلقه؟ بس شنها مطلقه يعني شنها ما تزوجت في حياتها؟ لا لما يجي واحد ثاني يخطبها يقول لها تتزوجت من قبل ولا لا؟ تقول لها بلا. ملكه يعني زواج، يعني ملكه يعني بس زواج. ما اتفقت وياه. زين وليش انا اتفقت وياه؟ ليش ولا حتى ايدها مسكها؟ ليش اتطلق؟ لحظه وش فيها المطلقه؟ اي كذاب دائما مسك ايدها، خرج معاه وكلوا فطير بسمسم. ليش انا ما اعطي حق نفسي مجال حقي انا وهو، حق مصلحتي وسمعتي، حق مصلحته وسمعته هو؟ شنو في ليش اطلع مطلقه؟ هو ما فيها شيء مطلقه، ياما ناس طلقوا انهم ما لهم شغل. اقعد مع ريال بدال مره 20-30-40 مليون. صح. مره هي وجهه نظرها. لما اشوف النفهم سواء كان حبيبي او كان من احد من طرف اهلي او كان شايفني وخطبني او احد جايب لي اياه، اقعد معاه. انا مأيده هالشيء ومأيده هالشيء، بس المشكله اللي قاعد يصير شنو؟ ان الحين زواج تقليدي صاير يخرع. صح. لان البنات يخرعون والشباب يخرعون، مو بس الشباب يخرعون. لا 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 بصير 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 البنات اللي بيخرعوا تنزل لك ملاك من السماء، ينزل لك ملاك من السماء. بس 3-4 شهور تعال انصدم. بس اذا قعدوا مع بعض 3-4 شهور قبل الزواج لابد ما تطلع زله كل شيء يعرفون بعض فيه. بدور بدور. ليش وليش كل هذا من البدايه يطلع اسرار؟ اسرار ليش كل هذا يطلع من البدايه؟ ترى الكويت هالكبر
وعائله تعرف عائله، اذا انا بعرف معلوماتك اطلع افصلش تفصيل اروح بس حتى لو سويت روحك ملاك. انا زين والنعم فيك وتصلي وتسمي وتصوم ونظيف ومحترم و24 ساعه وتتسبع على المواصلات كل يوم. اوكي طبعك معاي مو طبعي ما تحب تطلع خلاص ما نتفق الريال ولا البنية من راح اعرف من متى حرف من اول مره لا. هو يبيني راح يقولي ان انا راح اطلعك راح اوديك ما بك حتى البس الحجاب بس بعدين لما اتزوج يلا قص معي ايش تبين العبايه مو سيدة زواج في قل ليش املك ليش املك ليش اخذ منه مهار وترى الزواج مو بس طلعات عشان تعرف في وايد اشياء تقول لي كلام نواف نواف ايش الفايده انت شفت الزواج اللي يقول عنه بدور انه يجيبون امك تجيب لك صوره وتقول لك الله شوفها ودشت قلبك وانت حبيتها بالصوره زين خذيت وشاف الصوره وحب البنت الله البنت لا تجنن يمه خذيت البنت ورحت تزوجتها على قولة ان انت تمشي ليش لحظه هو راح يشوف الصوره بعدين يلزق الصوره يدبسها بعد الزواج ويوقع انت ايش قاعد تقول راح يقعد وياها يغير رايه ما يغير رايه تقعد وياها وتشوفها وانت قاعد تشوف نفس ما قالت اسرار ملاك نازل من السماء البنت او تجنن زين بعد فتره بس خلاص ملج وصارت مرتك وباسمك اول ما تقول لها قومي طبخي تعطيك بالي شنو طحانة يعيني أنا من بيت أمي عشان أتبخلك قم إيه وحط عدسات وإكستنشن مني لهني أوكي وبعدين صرت من ميه أوكي لحظة دام إن هي تفققت وطير فورميشن دام إن هي تفققت ويلا رزقنا يلا رزقنا اسمع دام إن هي تفققت مو قد الزواج وعندها طباخ عيب إنزين هذه تستاهل تتطلق زين ليش تطلقها؟ يعني تزوجت عشان تطلقها؟ هو ذنبه هو ما راح يتسمى انه مطلق اوكي موضوع كبير وما راح يخلص انا نشف رجلي لانكم حدكم قاطعتوني اليوم راح اذبحكم فاصل ورد لكم رجينا معاكم تخيلت ما كنتش ردينا معاكم من عقب الفاصل طبعا موضوع حتى بالفاصل قبل ان نتناقش فيه بقينا نتهاوش لازم نسوي روحنا الحين احنا ريلاكس لان احنا هوا انا بقول شغله اسمع انت قاعد تقولين شيء لازم نسويه ثلاث شهور انا بس ما وصلت شغله انا بس ما قلت شغله صار تقول بسولف معاه ثلاث شهور بالتليفون يا جماعه انا عندي مصور هني كاهو وراي قدامي انا قاعد اشوفه شوفوا قصته من كثر ما عورت قلبي انا بغيت ابكي ثلاث سنين ونص خاطب يعني مرته المره الاولى اللي شافها فيها يوم خطبها المره الثانيه يوم لبسها الشبكه المرة الثالثة يوم قاعد تودعه بالمطار يعني وهم سافر وسافر الريال وما شاف مرته إلا ثلاث مرات ثلاث سنين ونص وهذه تبي تشوفه وتسولف معاه ثلاث شهور وتعرف كثير أطقك بالقواس أنت اسمعني شوفوا أنتوا قولوا لي رأيكم أتزوج واحد يقعد معي أول مرة وأنا أسوي روحي ملاك قدامه وأسوي روحي أنا اللي زينة بغض النظر إذا أنا زينة ولا زينة وهو يسوي روحه زين ومن اتزوجها طراقات او من يتزوجني لساني هالطول محترم امه واتحكي عن خواته وادش البيت واطلع متى ما ابي واتفلسف وابي 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 اول مره شافني ولا ثاني مره ولا ثالث مره شافني انا ما بشيء انا بإنسان يحبني انا بإنسان يسوني انا وباشر لما يتزوجني ينصدم مني انا ما قاعد احكي عن نفسي انا قاعد اعطي مثال اوكي فانا قاعد اقول لما هي يخطبني ويقعد عندي اليوم خلي لي اليوم ها ابوي راح يسال وامي راح تسال وهم اهلها راح يسالون عني واهلها راح يسالون عني واهلي راح يسالون يعني اهلكم يسالون عن بعض بس من صوبي انا من صوب هو لازم نقعد نعرف بعض عدل احنا ما راح نروح مطعم ما راح ترفيهيه راح نلعب احنا بنروح نقعد بس حديقه الشرب والرد بس ما راح بنروح بنقعد بالبيت امي وابوي موجودين امي راح تقعد مع امي خالته راح نعرف بعض صار طبعا مو شهرين وثلاثه لا نقعد يعني لما نفهم بعض شفنا ان حسينا ان مو فاهمين بعض انه لا يبا ونعم فيك ونعم فيك مع السلامه مع السلامه لان الرجال تعامله مع زوجته غير عن مع امه غير عن مع هو زين ويصلي ويسمي ووايد زين وكل شيء سؤال لحظه خليني اقول تعرفين تطبخين؟ اي اعرف اطبخ وتعرفين تنظفين؟ اعرف اسوي باس اعرف انظف وتعرفين تغسلين؟ كلنا نعرف نغسل ونظف لا تقولين كلنا كلنا نعرف قاعد اسالك انت جاوبي وتعرفين تغسلين؟ اي وتعرفين شو اسمه تروحين يعني المناطق وتدلين وتودين عيالك اذا كبروا ملكه البيض والطماط ها؟ لا ما تسوي ولا شيء ما تعرفين؟ على يدي وانت بره هناك ما راح تتزوجين لان حسيت انك تتزوجني على الهواء شوفوا الموضوع اللي بقول لك اياه انا بعيوني بعيوني اسمع محمد انا قصدي يقعد معاي يعرفني انا شنو؟ واعرف هو شنو؟ بس كان الله غفور رحيم، ولن يتزوج وهو بيقط علي ما وراه ودونه، واخر شيء ينصدم فيني او انا انصدم فيه.
يطلع صايع او انه انزين. اوكي او اذا ابوي سال عنه وامي سالت عنه واهله سالوا عني وانا زينه وهو زين والنعم فيني والنعم فيه توكلنا تزوجنا ابي اطلع ما طلعين زين ودني مركز سلطان انزين. بالليل ما تقدرين تغيرينه زين عيالي انت صرتي توك متزوجه صرتي انت عيالي زين انطر انا قاعده انط ابصر انتي صراحه عيالي عيالي ما يروح مثلا صارت مشكله انا بالدوام ما يروح يساعدني بال حق عيالي ما لي خلق انت روح انت شايلك روح انت سوي هذا انت قاعدين عيال يعني هذا انت علاقتك راح تكون معاه اذا بتجيبون عيال خلينا نقول يعني محمد هي في شيء انا ما عندي انا راح اعرف قعدتي معاه اعرف نفسي ولا لا وما حد راح كلش تدرون ليش؟ ليش؟ لأن قاعد يطالعونا قاعد يقولون معقول هذول كذي مشتطين على الزواج؟ فانسوا راح نتم شي طول عمرنا. زين لا زواج ولا يحزنون. اسرار انت حاطه ببالك ان تبين واحد ملاك ما تهاوشين وياه ولا هو يتهاوش وياه، كل علاقه بالدنيا مالك كل علاقه بالدنيا اسرار لازم تهاوشين، انت وامك، انت واختك، انت وريلك. يعني مريم انا يعني قلت هواش انا بطاري هواش انا قاعد اقول ممكن اذا تزوجت ودي عيالي ودي عيالي بيقول لك لا ماني موديهم. اوكي هو اليوم قاعد اقول وانا اتجوزتي قبل كذا انا ايش عرفني انا قاعد اقول لك مثال. زين ليش تتكلمين؟ انا ما اقول يطلع صايع ويطلع ويطلع يشرب ويطلع مخدرات ويطلع والله انا ايش عرفني يطلع مو زين يلا تعالي الحين راجعي حق نفسك المخدرات ما بطلق عدلي ظبطين يا حريم سنعوا ريايلهم صدق ساعات حريق المره تلعب دور ريال تسنع ريايلهم لا والله والله العظيم ما صار واي انا قدامي صاحبي يعني كان عليه شويه سوالف زين يعني مو مايل كل الميل بس عليه شويه سوالف ما كان يحافظ على صلاته بوقتها زين ما يلتزم مواعيده لان اكيد ما يحافظ على صلاته فما يلتزم مواعيده والله لما تزوج بعدها بثلاث شهور اشوف الفير يقعد ويدق علي اقول ها ايش غير يقول لي لا نواف هذا واحد من عشرة عدل وانا بقعد ما يخالف عشان اعدل الريال شفتي هذا المثل سبحان الله انضرب برفيجي عشان اليوم اللي انا اتكلم فيه ليش لانه موجوده بالمجتمع هذه وقيسي عليه وايد من قال لك 10 من وين وقهوه سلام وتحيه يا نواف سلام مربع لصاحبي نظري مرحبا صاحبه الانتيم اذا تزوج زواج تقليدي راح اخلي الريال لما افهمه عدل ويفهمني راح اخذه ما اكو انه هو زين ما تقول راح اخذه ما ابي ولا هو يبيني ومع السلامه اسرار ثاني ما تزوج مو ضروري انا ابى اشك فيك يا اسرار ان الراجل اللي حتاخذيه حينبرد منك كل يوم وربنا حيضربك انا ما قاعد اقول انا بتزوج وتعالوا تزوجوني لا انا قاعد اقول انا شنو تفكيري علشان لا انظر ولا هو ينظر ولا عشان اريد حق امي وابوي انا انسانه زواج تقليدي بكبره ما سمعوا انت انسانه اجر كنا هناك على اليمين حمود علي حسن يقول وجهه نظره بصراحه حلوه يعني تقريبا تلخص الكلام اللي قاعد نقوله يقول مشكله مجتمعنا ان الريايل يعني الريال شايل عيبه وعادي بس البنت اذا غلطت غلطها بألف غلط ليش طبعا بس بالدين بس ترى كلامه صح ليش هو قاعد يتكلم صح الريال ريال لكن البنت يعني مثلا انا اعطيك مثال عجب جت وحده تقول حق امها يما انا طحت على مثلا ريلي قاعد يكلم وحده تصير مشكله بس ما يتطلقون بس خلي يروح هو يقول حق امه ولا اهل مرته ان انا طحت على مرتي تكلم شو يصير؟ لا انا اوعدك بسالفه خير انا طبعا غلط على طول تتطلق نواف ما في اهم شيء واحد اسمه سومي يقول بلا حب ولا وجه قلب زين نواف في شو اسمه قالت لي مريم في مشفع الكل نعطيك نوجه السلام والتحيه لان هي قاعد تشكركم كلكم وتقول برنامجكم وايد حلو وميمي تينن واسرار حيل ستايلك عاجبها ما شنو ونواف انت وايد ذرب وكلامك يعني ما شنو وبدور تقول لك الهيلثي حيل محمد تقول لي انا لا تروح تقعد بالقهوه وايد زين انا بقول لكم انا ليش ايد زواج والحب بعدها انا ليش ايد وانا لا بتكلم اول شيء اثنينكم فاهمين بعض عارفين بعض يعني ممكن انت بعد الزواج ممكن ان اي غلطه هي مثلا انها تحبك يعني خذت حبيبها شنو اكثر من حتى لو صار في تضحيه بهالزواج بتصير انت عزيز عليها يعني بشكل مو طبيعي مثلا انت ضحيت من صوب اهلك وهي ضحت من صوب اهلها بالمستقبل هذا الشيء ممكن يخليكم تتفادون اغلاط وايد غير عن انه مثلا الزواج التقليدي اللي كل يوم تكتشف فيها شيء مشاكلكم راح تزيد 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 بس زواج الحب لا انت اوريدي عارف عنها شيء هي عارفه عنك شيء انا مو قاعده اقول الحب اللي هو 9-10 سنين بعدين خلاص انه لا ما يعني انه ما يتزوجون لا هذا الحب اللي هو ممكن يكون قصير مدته قصيره بس يعني مو بالكم بالكيف يعني معانيه وايد كبيره ممكن انه بسبوعين بشهر انت عرفتها ودشت خاطرك تفتضها ممكن يحبون بعض حب مينون ولما يتزوجون تصير هي الشينه ويصير هو الشين بدور ميمي مو شر بص انا عاوز اتجوز ها حسيت مطعم
هي اختار مين يوم مو لا تنعش بعد لا تنعش لا لا تتطابق لا سوى التحليل وخلص قولها بالفصحى حمود مساء الخير هلا والله والله قصدي شريف